أحييكم جميعا وأتابع الكلام حول الماء. الماء والأمل المائي بالطبع، وتدبير هذه المادة الحيوية، وتدبير الماء بما هو مادة حيوية قد تتأثر بالجفاف والفيضانات بجبال إقليم ميدلت. والكلام في الموضوع في حاجة إلى فاصل زماني لائق. موضوع الحصة الثانية: جمعية الماء ومثبط العشائرية وأزمة الالتقائية. جمعيات عشائرية بما هي طرف، ومجالس عشائرية بما هي طرف آخر. المجلس العشائري طرف بالنسبة لمجموعة من الجمعيات الكائنة بالمجال الترابي للجماعات الترابية. في مداخلة الصباح رأيت أني لم أتطرق للمادة المرجعية، فحسن تعديل المداخلة. حينما تغيب المادة المرجعية بمعنى تبتعد المداخلة عن اليقين. قلت في الصباح بأن السلطة المحلية طرف، وتبين أن مهمتها أمنية قد تتدخل حينما ينهار الأمن، وإن الأمن المائي قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وإن الأمن المائي قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. لذلك سأستدرك مع بقاء الموضوع على سيمته: جمعية الماء ومثبط العشائرية وأزمة الالتقائية بين الجمعيات والجماعة، أو بين الجمعية والمجاعة، بين الجمعية عفوا والجماعة وليس المجاعة. أفكروا في ثقافة الجوع. في الجمعيات عشائرية والمجالس الترابية عشائرية من جهة أخرى. وسلفا قلت إن برنامج باجير، البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، برنامج حكومي. وقلت في المداخلة ذاتها إن الجماعة الترابية هي المسؤول الأول عن البرنامج. الجماعة الترابية هي المسؤول الأول عن البرنامج، والشركاء هم السكان طبعا. في الطرف الأول يسير له قرار سياسي، أي الجماعة الترابية تملك قرار سياسي، تملك حرية إصدار القرارات، تملك عفوا سلطة إصدار القرارات. والطرف الثاني يمثله السكان،
فأما السكان فيشكلون الجمعية، يشكلون جمعية يراد لها في الواقع أن تنقطع لتسيير مشروع الماء الشروب، ولكنها تبدو في تمثل السكان جمعية عشائرية تمثل قبيلة القصر. وطالما تستنشق هذه الجمعية أجواء السبا وتلامس الوجه السائد في القرن 19، تقبل الوجه السائد في القرن 19، وجل الجمعية بعيدة عن التربية المدنية، بعيدة عن الديمقراطية، بعيدة عن حقوق الإنسان، بعيدة عن القيام الحديثة، بعيدة عن التقدم. سأعود إلى الأمثلة في الحلقات المقبلة. والسكان الذين ينظرون، والسكان إذ هم عفوا ينظرون إلى رئيس الجماعة، إلى رئيس الجمعية، جمعية قصر كذا من عشيرة أيت قدور، لن ينصف عشيرة أيت زيد. والسكان إذ ينظرون إلى رئيس جمعية قصر كذا ينحدر من عشيرة أيت قدور مثلا، لن ينصف عشيرة أيت زيد. إن بعض ظني إثم على أساس أن الرئيس في الجمعية يملك تقريبا سلطة مطلقة. إنهم يحملون تمثلا عشائريا بعيدا عن أي مقاربة تشاركية. وأما الشريك الثاني الجماعة الترابية فهي تفتقر إلى كل تصور حول تدبير مجالها الترابي، لا خلق لها فيما يسمى الحق في الصحة، ولا تعرف شيئا عن الحق في التعليم، وتجهل حق السكان في الماء. ويجري تسيير الجماعة الترابية بثلة من المستشارين العشائريين. هناك مستشارون تافهون في إحدى الجماعات القروية بإقليم ميدلت، إحدى الجماعات الترابية، مستشار في طبيعته وسيط جنسي، سلف أن أدين بالوسطة الجنسية. إذن فهؤلاء العشائريون لا يعنيهم شيئا سوى احتجان الأموال، لا يعنيهم شيئا سوى الفساد. وحسبنا حملة التأديب التي تشنها عمالة إقليم ميدلت ضد ثلة من المستشارين الجماعيين الفاسدين. نعم، في الجماعات من نوعها لن ترقى أبدا، ولو في المستقبل البعيد لن ترقى أبدا، ولن ترقى ولو في المستقبل البعيد، نضع بعض الاحتمالات، لتكون ظرفا في الالتقائية وكونفيرجنس. لن ترقى لتكون ظرفا في الالتقائية مع الجمعيات، مع الجمعيات النشيطة في ترابها، ومع الجمعيات التي تدبر شأن الماء في المجال الترابي الذي تشرف عليه الجماعة. فماذا على الجماعة فعله؟ أولا، يقرر المجلس الجماعي تدبير المرافق العمومي أو المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية: قطاع التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، تزود بالماء الصالح للشرب وتوزيع الماء الصالح للشرب وتوزيعه
التزود وتوزيع، التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، المعطوف على المرفوع مرفوع. قطاع توزيع طاقة الكهربائية، قطاع تطهير السائل. ويتدول المجلس الجماعي في سياسة الجماعة في الميادين نحو الحفاظ على جودة الماء، خاصة الماء الصالح للشرب. انظر المادة 40 من الميثاق الجماعي، قانون 78.00. يشجع المجلس ويساند الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، وبعبارة أخرى يشجع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ويساندها. يشجع المجلس الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ويساندها. وبصدد مشروع طاجر تفوض الجماعة للجمعيات سير كل منشآت الماء الصالح للشرب والتطهير داخل المجال الخاضع لها لهذا التفويض، والتطهير داخل المجال الخاضع لهذا التفويض، ذاك ما يجب أن يكون وأضحى ما ينبغي أن يكون، ذاك ما يجب أن يكون وأضحى في الواقع ما ينبغي أن يكون. في الجماعة الترابية بجبال إقليم ميدانت تجهل هذا التفويض، لا تفوض للجمعيات أي شيء. ومن الجماعات التي تقبر مراسلة الجمعيات، سأعود إلى هذا الموضوع، ولا تعير لها أي اهتمام. وفي غياب العلاقة بين الجماعة والجمعية تتأزم الالتقائية حول تدبير حق المواطنين في الماء. ومعنى ذلك أن الأمن المائي في خطر، وفي هذه الحالة لا بد أن تتدخل السلطة، لا بد أن تصبح السلطة شريكا في هذه الالتقائية، شريكا لإعمال المقاربة الأمنية. ذلك هو التعديل الذي أبتغيه. سأعود إلى الموضوع في جبال إقليم ميدلز، لأن موضوع الماء في حاجة إلى النبش الكثير. ضروني أقف عند هذا الحد، وسأعود إلى الموضوع.